السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، عدنا والعودة أحمد يا جماعة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة، وشكرا جزيلا الشكر. إخواني أخواتي، عدنا والعودة أحمد يا جماعة من مدينة على اليمين إلى الحجبة. إخواني أخوات، على اليمين إلى الحجبة. يوم الخميس والسوق قريب، سوق الخميس، سوق ما شاء الله يا إخواني أخوات، والحمد لله والشكر لله، الخير موجود في السوق. إخواني أخوات، لم يعرف خميس قريب سوق أسبوعي ما شاء الله يا إخواني أخوات، ما شاء الله. مدينة قريب أيضا من حسن إلى أحسن، هناك تحسن أيضا في مدينة أقوراي، وتعرفنا على أقوراي وكنا نزور أقوراي أيام زمان منذ أيام الشباب أيام العمل. أقوراي، ومن لم يعرف أقوراي، سوق الخميس أقوراي. إذن إخواني أخوات، شكرا لكم، شكرا جزيلا الشكر على تعليقاتكم، على المتابعة، على المحبة، على الصدق، على الصداقة، ودائما نتمنى لكم دائما السعادة وطول العمر وذرية صالحة ثم الصحة والصحة والصحة ورزق من لا تحتسبون، لأن دائما كن سباقا في فعل الخير، كن دائما سباقا في فعل الخير، وسيأتيك الخير من حيث لا تحتسب. كن دائما إنسانا تبحث عن الصلح، تبحث عن الصلح، دائما كن سباقا في الناس الذين يبحثون عن الصلح، ليس عن الترشيم، أو أيضا ليس عن زيادة طين بلة، لأن لما تجد شخصا يتدخل زيادة جرح أما نقول التي تين بلة، هنا أيضا أمر صعب. لأن نتمنى دائما نكون الناس الذين يتمنوا الخير ويتمنوا الصلح للجميع. الصلح خير يا إخواني يا أخوات، الصلح خير، والنقاش والحوار يا إخواني يا أخوات. منطقة أقوراي يا إخواني يا أخوات، منطقة معروفة بالفلاحة وأشجار التمرة، معروفة أيضا بالثوم. الثوم يا إخواني يا أخوات، منطقة المغرب والثوم. أيضا كما تشاهدون على اليمين أشجار اللوز أو أيضا الزيتون، إذا منطقة أيضا معروفة بالزيتون. أقوراي يا إخواني يا أخوات، أقوراي منطقة ما شاء الله. أيضا هناك العنب يا إخواني يا أخوات، منطقة معروفة بالعنب. ثم المشية وتربية الأبقار، أيضا نجد أيضا خيرات من اللبن والسمن. ثم أيضا هناك تربية العسل، نعم أكيد هناك تربية العسل في المنطقة. أيضا هناك الفلاحة والقمح والشعير كما تشاهدون على الشمال. دائما يبقى على اليمين مزرعة الزيتون ثم اللون اللوز. إخواني أخوات، اللوز، اللوز، اللوز البريقات، أكل دائما، تأكل فواكه جافة إخواني أخوات، خاصة لأولادكم. الزيتون، أنتم تشاهدون معصرة الزيتون على اليمين، على الشمال دائما تبقى القمح والشعير.
الجو يا إخواني يا أخوات جميل جدا مع تساقط الأمطار، والحمد لله شكر لله يا إخواني يا أخوات. الله أغاثنا الله أغاثنا الله، اللهم زد في ذلك وبارك، اللهم زد في ذلك وبارك. Thank you so much. Welcome, welcome, my friend, my sister, my family, my girls, boys. Welcome, welcome. Thank you, thank you, thank you for your visit, my channel. Thank you, thank you. Que vamos, que vamos. Et pour un coup, pour un, et hola, bon dia, amigos. Et bon not, amigos. Amigos, gracias, gracias. Todos bien. Todos bien, كل شيء بخير. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله يا إخواني يا أخوات، تغيرت الطبيعة، تغير الأشجار، حتى الأرض أخذت لونا آخر مع تساقطات الأمطار التي مرت في هذه الأيام، ونتمنى المزيد ثم المزيد إن شاء الله، لأن نحن دخولنا في الموسم الفلاحي إن شاء الله الجديد، ونتمنى دائما الخير للجميع. وشكرا جزيل الشكر إخواني أخوات داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب. شكرا شكرا لمن ساهم أو ساعد في هذه القناة الصغيرة بكلمة طيبة، شكرا لمتابعينا الجدود، شكرا لكل من التحق بنا في هذه القناة الصغيرة. يقول لكم مليون مرحبا بكم ومليون مرحبا، الحمد لله والشكر لله. هناك تحسنات، هناك أيضا متتبعين وراء الشاشة يلتحقوا بهذه القناة الصغيرة، ونتمنى لهم دائما الاستمرار، ونتمنى لهم دائما السعادة. ونقول لكم سوايي لي بيانفينو شينو، قناتي قناتكم وقناتي قناتكم، والحمد لله والشكر لهذا الخير، الحمد لله والشكر لله على هذا الخير. إذن يبقى أيضا على اليمين إلى الحاجب، على اليمين إخواني أخواتي إلى الحاجب، على اليمين إلى الحاجب. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Thierry. C'est bon.
نذكر إخوان أخوات التحقوا بنا في هذا العرض المباشر عندنا نحن في الطريق أغوراي خميس أغوراي خميس أغوراي سوق أسبوعي سوق ما شاء الله إخواني أخوات قضينا ساعات وساعات في السوق والحمد لله هناك أتمنى مناسبة في الفواكه وفي الخضر أيضا هناك البيض هناك أيضا العسل هناك أيضا الزيوت هناك عدة أشياء في السوق الحمد لله هناك الثمن مناسب والإيمان نتمنى دائما الخير للجميع أمامكم كتشاهدون الجراند تاكسي سيارة نقل مزدوج كبير هذا ما يا إخواني أخوات أمامكم كما تشاهدون سيارة طريق الرابط كلاس أغوراي كلاس 19 كيلومتر كلاس 19 كيلومتر كثير ما يسمى يستحق المشاهدة في هذه المنطقة يا إخواني أخوات وإن شاء الله إن شاء الله سنتكون بالجديد في المنطقة إن شاء الله لما تنتج وتتمر الحقول لأن على اليمين على الشمال كما تشاهدون يا إخواني أخوات القمح والشعير وإن شاء الله لما تحتنا الفرصة سأتيكم بالجديد ثم الجديد دائما قناتنا قناتكم قناتنا قناة التجولات والرحلات قناة استكشاف مناطق تستحق الزيارة قناة تعمل بعض الموسيقى الأمازيغية أغاني لها معنى فلسفة أمازيغية فالأغاني نعمل لكم دائما نشارك معكم بعض النغمات وبعض اللقطات يعني إخواني أخوات نستفيد الكثير والكثير من ما قال الفنان المغاربة الأمازيغ إن يتكلمون بكلام لا يفهمه إلا من كان له شعور وإحساس مثلنا دائما تشاهدون على اليمين على الشمال الفلاحة إخواني أخوات تشاهدون على اليمين البطاطس إخواني أخوات على الشمال البطاطس على الشمال تشاهدون مزرعة البطاطس وصولنا إلى أيتي عزم وهذا المنطقة تسمى أيتي عزم على الطريق الرابطة بين كناس أغوراي كناس أغوراي أخواني أخوات أغوراي على عملة الحاجب لأن هذه المنطقة أيضا في الطريق في فيلاج كما تشاهدون إخواني أخوات أيتي عزم هناك مقاهي هناك أيضا بنكة هناك محلات تجارية مركز
يبقى دائما على اليمين على الشمال أشجار الزيتون. أنا خرمات السنة إخواني أخوات، الليتر الواحد ما بين 70 درهم إلى 100 درهم مغربية، 70 75 85 90 حتى 100 إخواني أخوات درهم للتر الواحد. البلدي في السوق يا إخواني أخوات 45 ريال، 45 ريال. اللحم في أغوراي 17 رمية، 17 رمية. إذن نتمنى إن شاء الله، إن شاء الله نتمنى إن شاء الله تغير أتمنى. وهذا هو يا إخواني أخوات، علينا بالصبر، ثم الصبر، ثم الصبر الجميل هو الرضا بما قسم الله لنا بدون شكوى في كل مكان وفي كل زمان. على الشمال دائما أشجار الزيتون، على الشمال تشاهدون يا إخواني أخوات أشجار الزيتون، أنتم تشاهدون سأعمل لكم أشجار الزيتون. ضمان الصحراء، ضمان الصحراء. إخواني أخوات، احترم تحترم، احترم تحترم. ويه أهل الغربة، أهل الغربة في بلدنا. جولة يا إخواني أخوات ودردشة بدون أي موضوع، أنا نحن في استراحة لا نناقش أي موضوع في هذا اليوم، فقط دردشة. ونطرق المواضيع مرة ثانية إن شاء الله ونناقش معكم موضوع أو مواضيع أخرى. لكن اليوم يا إخواني أخوات أنا قضيت دردشة والتعرف على المنطقة، ونأخذ ذكريات، وتبقى دائما جولاتنا رحلاتنا دائما استكشاف المناطق. الضمين أيضا، ضمين يوسف هنا على الشمال، هناك مقهى اسمه مقهى جروال، لكن أغلقت الأبواب المقهى. لماذا؟ وانت اكسكلاموسيون. كانت مقهى جميلة جدا. على اليمين القرقاع يا إخواني أخوات، القرقاع يا إخواني أخوات على اليمين. ما شاء الله، ما شاء الله يا إخواني أخوات، منطقة ما شاء الله، منطقة فلاحية. شاهد يا إخواني أخوات الزيتون، شاهد الزيتون.
كانت تعمل معكم بعض اللقطات تشاهد من هذا الخير للإخوان يا أخوات يا الناس العزاز، تستحقون مشاهدة هذا الخير من الزيتون، أشجار صغيرة لكن مثمرة ما شاء الله ما شاء الله. إذن سنعمل معكم جولة في الزيتون. ها السيارة المواطن عسو، انتم تشاهدون دائما المواطن عسو معكم. ايضا هو هذا المواطن عسو، ولنا فرصة لتشاهدون هذه الخيرات يا اخوان يا اخوات من اشجار الزيتون. ما شاء الله، شاهد اخي الكريم، شاهد اختي الكريمة هذا الخيرات من اشجار الزيتون في طريق اغوراي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. ما شاء الله ما شاء الله. إذن هنا ستنتهي الرحلة وتعرفون أين نتواجد إخواني أخوات، وسنعمل فيديو أيضا لهذه مزرعة الزيتون. ما شاء الله والحمد لله والشكر لله، ونقول لكم